في بني سويف. نروح للمجمع المقدس اللي النهاردة عمل اجتماع من أهم اجتماعاته وفي حدث تاريخي نادر ما بيتكررش كتير. البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بيعلن أن المجمع المقدس للكنيسة وافق على موقف الكنيسة الرافض لحكم المحكمة الإدارية العليا واللي يقضي بالسماح بالزواج الثاني للأقباط دون أي قيود. البابا شنودة أكد أن الكنيسة القبطية تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكاما ضد الإنجيل وضد حريتها الدينية التي كفلها الدستور، كما تعلن أن الزواج سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري. وأضاف البابا شنودة أن قرار المجمع المقدس اتخذ بحضور 81 أسقف وتأييد 9 لم يتمكنوا به الحضور، بالإضافة إلى تأييد البابا شنودة نفسه. وتابع البابا أن الشريعة الإسلامية تقول احكم بين أهل الكتاب حسبما يدينون، وجاء هذا المبدأ في كل قوانين الأحوال الشخصية. وأشار البابا شنودة إلى أن الكثير من أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أكد مبدأ خصوصية تطبيق الشريعة المسيحية على أتباعها، وأضاف ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا مؤخرا الأمر لا تقبله ضمائرنا ولا نستطيع أن ننفذه، وتعود الأمور لنقطة الصفر من جديد. هنقول في الأول قرار المجمع المقدس، وبعدين هنقول أي أدلة وبراهين وراءه. المجمع المقدس يعلن أن الكنيسة القبطية تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكاما ضد الإنجيل، والشريعة الإسلامية تقول احكم بينهم بما يدينون حسبما يدينون وكذلك في كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وردت عبارة حسب شريعتهم. قرار المجمع وإمكانه كل أعضاء المجمع. المؤتمر الإسلامي المنعقد سنة 71 بالقاهرة قال بالنسبة لغير المسلمين المحافظة على حريتهم الدينية وترك ما يتعلق بأحكام الأسرة إلى دينهم، لأن القاعدة الفقهية تأمرنا بتركهم وما يدينون. حكم القضاء لابد أن يحترم، ونشوف صيغة لكيفية الاستشكال من حكم القضاء، إنما في شق تاني في القضية برضو لابد أن هو يحترم، أن نصوص الإنجيل لا يجوز تغييرها، لا يملك قداسة البابا ولا غير قداسة البابا تغيير هذه النصوص. لا طلاق إلا لعلة الزنا، ده نص صريح في الإنجيل. أي سبب تاني للطلاق هيبقى مخالف للإنجيل، وبالتالي صعب أن قداسة البابا شنودة ينفذه. وبعدين الشرع الإسلامي واضح، إذا أتى إليك أهل الذمة فاحكم لهم بما يدينون، فذا الشرع الإسلامي اللي أنت مساند عليه، فلماذا تصر على شيء ضد عقيدة أخوك المسيحي؟ فلابد من احترام الدين المسيحي في مثل هذه الأمور كما نحترم إخوتنا والعقيدة الإسلامية. احنا رافضين الزواج الثاني، وبما أننا رافضين الزواج الثاني طبقا لكتاب المقدس ليس فقط في العهد الجديد ولكن أيام موسى وأيام ما ربنا خلق آدم وحواء، خلق آدم عند حواء، فنقدرش أبدا نغير في الشريعة، ولكن القانون حكم بكده
احنا ما لا نشتكي القاضي ولا نشتكي المحكمة، احنا نبعت للمسؤولين زي وزير العدل والمؤسسات الموجودة في البلد انها تقدر تحكم وتشوف الصالح ايه لسلام البلد، لان احنا مصريين قبل كل شيء. في هذا المؤتمر الصحفي أكد البابا شنودة احترامه الشديد للقانون، ولكنه لا يقبل بأي شكل من الأشكال أحكاما ضد الإنجيل وضد الحرية الدينية التي كفلها له الدستور. من داخل المقر الباباوي، أمل مصعد لمحطة مصر.